ماتش زوين، نقطة خارج خارج مدينتك راه مزيان مربوح بالنسبة للرجاء ديال الرجاء. بقاش خلينا لقينا المدرج تاع الرجاء فلان بيبليك ما لقيناش كي نديرو ندخلو، هذا زوين تبارك الله عليهم ديما الرجاء. اخو الماتش كان زوين شي شويه، ولكن مع فاش تقاس رقم اثنان صافي خسرات المقابله ما بقاش وسط الميدان، وكنتمنى مساري الواتزم يستلم شي لاعبين جداد لان البطوله مازال غادي تزير ومازال، وكنتمنى التوفيق لجميع الفرق الوطنيه. مساري الواتزم راكم عارفين ان الديار ديال غادي يدخل واحد الفريق كبير، وخصهم خص ضروري يقلب على نقطه واحده في الديار ديالو ان شاء الله. الاداء ديال مساري الواتزم جا زوين تبارك الله وصل عندي جزو، واخا لعبت الرجاء مزيان الحمد لله، انا في نفس انا واتزامي وفي نفس الوقت رجاوي، يعني ما بغاش نبقاو التعادل باش ما يكون لا صداع لا ازعاج حتى حاجه للسلطات. هذا الفريق كان في المساواه والحمد لله خاطر شويه الاجتهاد وصافي. هادو لعابه كبار شحال مره تربحوا الرجاء البيضاء، والرجاء ماشي شي فرقه كبيره ولا فريق كبير، ولكن واتزام الي جوي واتزام ديما زرقاء وبيضاء الي السريع، ولكن الكره ما بغاش هذه ديال الكره، مره ليك مره عليك. واتزام لعبات والرجاء حتى هي لعبات، ومهم اللي ساعدوا الحضره هو هذاك جاو التعادل، بارك عندنا التعادل مزيان، والجمهور خرج راضي على النتيجه مزيان، ومرحبا سريع واتزام غادي تبقى بريمير سيري ان شاء الله. ماتش داز زوين، كلشي داز زوين الحمد لله، ديما زرقاء وبيضاء، واخا خويا شويه واخا الرجاء تجي عندنا وهذه وهذه ديما شنربحوها ماشي مشكل، والمشكله عندنا في الحكام اخويا ماشي عطيناش الفوط ديالنا.